في هذا الجزء من كالمن فلتر هتكلم عن كيف نسوي الامبلمنتيشن للفلتر، يعني كيف نطبق هذه المعادلات لو اتبعت هذا الفلوت شارت. لاحظ معي يعني عشان تفهم ايش اللي قاعد يصير، عندك الاكسلروميتر والجايرو سكوب سنسور، بناخذ منه الاكسلروميتر انجل والجايروسكوب ميجرمنت اللي هو الريت، ثم من عن طريق هذول القراءتين التوريد هنحسب الاكسلروميتر انجل. طبعا عرفنا كيف نحسب الاكسلروميتر انجل والجايروسكوب ريت من المعادلات السابقة في الفيديوهات السابقة، وبعد السكيلينج وثم المعادلات الرياضية، ثم بيجينا القيمة الكي الاكس اوف كي للثيتا والثيتا دوت بي كي، هذه حاليا الميجرمنت الميجرد فروم الاكسلروميتر جيروسكوب سنسور. هذه السنسور ميجرمنت داتا هتدخل على الانوفيشن ماتريكس زي ما قلنا قبل، والنكست بيبدا يسوي البريدكت لكالمن فلتر. فقيمه البريدكت تبعي حاليا هذه هي المعادله، وبياخذ بيضم فيها البريفيوس ستيتس، ثم بيسوي البي ماتريكس طلع لي قيمة الايرور في اللي حاصل، ثم بيسوي الانوفيشن ماتريكس، ثم الانوفيشن كوفيرينس، ثم الانوفيشن كوفيرينس، ثم بيسوي ابديت للكالمن جين، ثم بيحسب النكست بوزيشن لإلي وهو الفلتر اوتبوت، ثم بيحسب لي بيسوي لي ابديت للبي ماتريكس. طبعا الاوتبوت بوزيشن بتسوي له مابنج يعني درايف سيركت، هذا يعني بعد ما تخلص يعني الاوتبوت تبعي ايش بدك تسوي فيه. طبعا هذا الفلتر اوتبوت يعني ايش النكست ايش بدك تسوي فيه الداتا. الحين هنفتح الرازبري باي ونشوف كيف هذا الكلام بنكتب باستخدام البايثون بشكل بسيط جدا. ثم بعد ما فتحنا الروزبري باي وهذا هو الملف اللي اعطيتكم اياه قبل هيك على ما اعتقد، لازم يكون في نفس الملف اللي بدك تسوي له رن للبرنامج موجودة اللايبراري حقت كالمن فلتر. بعد ما تفتح الملف، طبعا هذا هي اللايبراري وهذا هو الملف، في أول الملف هتسوي import لكالمن فلتر from كالمن فلتر import كالمن فلتر اللي هي هذه، وهو هيصير عندها تعطيه مثلا الانبوت هو يعطيك الاوتبوت. في البداية عرفنا الكيو ثيتا والكيو ثيتا بي والفار في اللي هي الار، اعطيناها هذه القيم، وزي ما قلت لكم هذه القيم متغيرة. انسب قيم مثلا في البلوج اللي كان موجود كان حاطط انه 0.03 لل R،
ممكن زي ما قلت لك تغيرها على حسب انت ايش تشوف، يعني مين الانسب والافضل والاسرع لك. ثم عند كان من فلتر او كان من ماتريكس، الاي طبعا الاي اللي هي الاف الاي اللي هي الاف اللي هي 1 ماينس الدي تي والزيرو والواحد، الاتش 1 وزيرو. طبعا هذه يعني المعادلات، يعني هذا ليش از كلاس لحاله الكالمن فلتر، لانه هذا عام لكل الحالات. فهنا احنا خصصناه مثلا للاكسبلوميتر جيروسكوب سنسور، ممكن لو الحاجة الثانية هتستخدم نفس هذا الملف، ولكن هذه القيم اللي هنا مثلا القيم الماتريكس الموجودة هنا راح تختلف. ال H اللي هي الواحد زيرو، ال B اللي هي ال B اللي هي ال DT زيرو، ال Q من Q ثيتا زيرو، Q ثيتا B زيرو، Q ثيتا هذه مضروبة في ال DT كلها. ال R هي نفسها فار ال V ال variance لل V. X hat اللي هي الأكسلروميتر، الزاوية اللي طالعة لنا الأكسلروميتر اللي طلع لنا من الجيروسكوب. البي اخترناها 20 0 0 20، طبعا زي ما قلت لكم انه هذا ممكن تحطها 30 ممكن تحطها 10، فقط بتفرق في البداية، ثم هي بتصير لحالها اوتوماتيك تسوي لك ابديت الى ان تصل لقيمة قريبة من مش قريبة دقيقة جدا بالنسبة للايرور تبعك. كل ما زاد الايرور كل ما اختلف الايرور هذه القيم هتختلف، لانها بتختلف باختلاف كان من دين. لاحظ هنا انه ال A ال B ال H ال X وال B هذه كلها احنا اعطينا له اياها، والـ Q والـ R كلها موجودة هنا. فإحنا يعني كأننا أعطيناه القيم هذه وهو خزنها هنا في الكالمن فلتر لينير. ثم بيبدأ يحسب. لاحظ هنا بيسوي أول حاجة عملية الـ Predict، طبعا هتلاقيها نفس المعادلات اللي احنا كتبناها، 1 2 3 4 5 6 7، هذا هم السبع معادلات طبق الأصل موجودان. طبعا لدينا اللايبراري نمبي قبل هاي قلت لكم كيف نحملها على الروزبري باي، هذه نمبي عشان تسوي لنا اللي هي شغل الماتريكس، يعني بدل ما أصير أنا أسوي أفرقها زي ما فرقها في البلوك إنه ك سي لانجويج، لا احنا بنستخدم النمبي وبيسوي لنا اياها ماتريكس لحاله دون اي منفصل. اول حاجه البريدكت ستيب بريدكشن ستيب بيقول لك انه البريدكت الاكس هات استيميتد هتكون الاي، هتكون الاي اللي هي الاف مضروبه في القيمه الحاليه الاستيميتد، قصده فيها انه اللي احنا دخلناها اللي جايه من السنسور اللي هي هذه كانت استيميتد
state مجموع عليها السلف يقصد فيها اللي هي الدي تي والزيرو، هذه هي الدي تي والزيرو في الكنترول فيكتور. الكنترول فيكتور لاحظ انه الكنترول فيكتور هذه هي احنا اعطياني زي ما نقول اعطيناه اياه كنترول فيكتور، هو لما تنادي هنا كان من فلتر، كان من دوت فلتر هتعطيه الجايرو لل قيمة الجايرو. ثم ال predicted ال pro لل estimated اللي هي البي matrix self f self dot current probability كذا اللي هي القيمة الماضية مضروب مضروبة في النم بي ترانسبورت لل a يعني f transport مجموع عليها ال q innovation. ثم هذول ال update ال innovation هذه هي innovation تساوي ال h مضروبة في المجرمنت فيكتور مطروحة منها السلف اللي هي القيمة الماضية لل القيمة الماضية لل للز للأكسلروميتر لزاوية الأكسلروميتر. ثم الانوفيشن كوفيرينس هذا هي. ثم كان من جيم تسوي ابديت لإله، ثم تسوي بتطلع السلف اللي هي النكست بريدكت فاليو اللي هي نفسها القيمة مجموع عليها الكان من جيم مضروب في الانوفيشن. ثم هذه عشان بدك انت ماتريكس فيها للسايز يعني ما بدك تسوي ماتريكس نفس اللي هي الانتيتي ماتريكس، فبتسويها عن طريق هذا الاشي انك بدك تعرف كم السايز للبي فهي 2.2 في 2. ثم بتقول له سوي لي انتيتي ماتريكس بنفس هذه السايز عشان اقدر اسوي ابديت للبي ماتريكس. هذا هو آخر سطر لإلنا. ثم بعد ما تخلص يعني بعد ما تسوي هذه الستيبس رجع لي كم قيمة الزاوية اللي بدي إياها كانت ستيت استيميتد اللي هي طالعة من هنا. جميل، احنا قلنا لكم كيف شرحنا كيف انه هذا بيسوي رسم وكذا قبل هيك. الحين مثلا بدي اخليه يرسم لي الاوتبوت من كالم، عفوا الخطأ اللي طلع قبل شوي كان فقط من المفروض أنا هذه نمضي as it is just import نمضي. المفروض الحين تشتغل إن شاء الله. عشان تشوف الفرق ما بين الاثنين أكبر واحد منهم، أكبر اللي هو زد 3 للهيد خليه شيء
خلي هذا سيف، خلي هذا مكتوب سيف. لاحظ كيف الاكسلوروميتر كيف بتحرك بسبب النويز تبعته لأنه ثابت. طبعا في لايبرري قبل هيك احنا عملناها اللي هي المات بلوت، راح استخدمها الحين عشان تشوف فعلا ايش اللي قاعد يصير. طيب شباب، اعتذر على التأخير. اللي حصل انه كان عندي مشكلة في مكتبة اللايبرير في الماتبلوت لايبرري، حليتها وان شاء الله هذا هو الملف الفاينل اللي راح اعطيكم اياه، هو بالاضافة الى الكالمن فلتر، مكتبة الكالمن فلتر. طبعا اعتقد ان اللي كاتبها written by Greg، يعني اشكره جدا، واعتقد ان هذا هو الويب سايت تبعه. anyway هذا اللي كاتبها مستر جريج، و ما اذكر اني عدلت عليها، ما في اي تعديل صار عليها زي ما هي اعتزل. هنا اللي حصل في البداية الامبورت اللايبراري، ثم عندك ديفينيشن للمعادلات وكذا عشان نسوي السكيلينج للأكسلروميتر والجيروسكوب سنسور. ست الاي ام يو هذه كذلك اللايبراري ان شاء الله هعطيكم اياها، مش ذاكر اذا اعطيتكم اياها قبل هيك، ولكن هي عشان تسوي الاوفست وكذا، كل حاجه موجوده للاي ام يو. طبعا ممكن تكتبها لحالك زي ما كتبناها في الدروس السابقه، يعني نفس الحاجه نفس الاوتبوت هيطلع لك في النهايه. الاي ام يو اوكي. عندك الفاريبلز هذه الثلاثة زي ما قلت لكم في الفيديو قبل شوي، انه لقيت انزل حاجة هذه هي، وكل واحدة على ايش بتأثر في الاوتبوت النهائي. طبعا هذه القيم حطيتها بعد تجربة، والدي تي هذا هو البايز في البداية صفر، لانه ما بيقدر، يعني اذا كان مش موجود من قبل كقيمة لازم احط له اياها من اول حاجه، ممكن تحطها صفر واحد كيفك. ثم في الكلام من الداخل بتتغير الاي واي اي تساوي الصفر، هذه فقط قيم لاني كنت اجرب. تمام، نمبر اوف تايم هي الماكسيمم من الويب، هذا اعتقد متغيرات كانت ما راح نحتاجها ان شاء الله، ما راح تحتاجوها. طبعا اذا بدك تكتب او تعدل اي حاجه ممكن تسوي كيفك. هذه قيم الكالمن ماتريكس. لاحظ انه عندي بس البي حطيت فيها القيم النهائية اللي بتطلع لي مثلا من الكالمن، بس هذا سبب لي حاجة انه في بداية الكالمن زي ما هتشوفوا بعد شوي انه في زي هذه، لاحظ انه لما كان البي مش الأصل، يعني مش قيم صغيرة، لاحظ انه في البداية هنا بمشي مع الاكسلوريتر على طول، اما لما صغرت القيمة شوف كيف الكالمن في البداية ثم صار يمشي مع الاكسلوريتر. هذه يعني هل انت بدك الاكسلوريتر من البداية على طول ولا يمشي معاه، يعني هذه ما بتفرق، ما بتعترف. هنا
النمبر اوف ريدنج يعني حطيت انه يقرا لي 400، تسليم كذا، هذا نفس البدايه يكون في الاول، هذه فقط عشان هذول الثلاث اسطر عشان يكتب لي القيم اللي طلعت في ملف، ثم هنا في البلوتينج انه ياخذ هذه القيم ويسوي لها الرسم عن طريق المات بلوت لايبرري. سيف، وهسوي لها رن الحين ونشوف ايش الاوتبوت، كيف الاوتبوت هيكون. لما يقول لك ستارت هتبدا في تحريك الاكسلروميتر، يعني هي يقول لك ستارت ابدا الحين حركز، واحد اثنين، يسوي لك بلوتينج، قاعد يرسم، فينش هيسويها هنا. هذه هي الرسمة اللي طلعت مثلا قبل شوي، شوف في البداية بسبب البي ماتريكس. لاحظ انه هنا عندي نويز بزيادة. طيب لو بدي احل مثلا هذه المشكلة بدي اياها مور سميتر، يعني النويز اقل، بدي ارفع في قيمة الار، نسوي ستار، راح ابدا في تحليل، واحد اثنين ثلاثة. طبعا ايدي انا اصلا بتروج لما اسوي هذه الحركة، احاول اني اسوي ثاني مرة بدون الرجة. شوف مثلا النويز في الاكسلروميتر كيف، في الاوتبوت للكلمة كيف شكله. طبعا هذه بسبب ضجة ايدي اللي هنا عم شوف، بس تلاحظ انه لما سويت رفعت الار صار عندي لاج في الاوتبوت. طبعا اللاج هذا انت قاعد تتكلم عن يعني فترة بسيطة جدا. الحين ارفع النمبر اوف ريدنج، اخليه مثلا 800، سيف، واحاول اني اثبت ايدي بحركة. اسف على هذا الخطأ، ارفع النمبر اوف ريدنجز، احاول اثبت ايدي لما اسوي حركة إنه ما يكونش فيه أي ارتجاج. نشوف الحين كيف الاوتبوت بعد ما يقول فينيش. الاوتبوت جميل جميل جميل. هذا اللون اللي بالازرق الحين اللي هو الاوتبوت للكارمن، هو هذا اللي راح يعني يستخدم في الابلكيشن تبعك، يعني هو اللي هيكون الكنترول سيجنال لو بدك ترسلها لموتور او بدك ترسلها ل يعني غالب لموتورز على حسب الابلكيشن، وممكن اذا انت بدك تستخدم الكيرنل في ابلكيشن اخرى فهذا هو الاوتبوت للكيرنل. قلت لكم انه هذه ممكن تطلعها مثلا تثبتها فوق، تكتبها فوق بحيث انك تسرع الكيرنل. السرعه هاي يعني سطر واحد ما اعتقدش انه هيفرق تو ماتش، بس احيانا هذه الاشياء بتفرق في الابلكيشن الحساسه. يعني ممكن اصلا هنا احذف هذه كلها، وبما اني انا اوريدي عارف ان السايز 2 في 2 بكتب هنا 2، وهذا بسوي لها هاش سيف، يعني ما راح يعطيني خطأ. اي ستارت، يعني بديت التحريك.
فينيش آخر رسمة، هذه هي يعني. مش هالفرق الشاسع في اللاج يعني، أنت كل ما تسر يعني كل ما سرع الكلمة كل ما كان اللاج أفضل. لا إله إلا الله. لاحظ إنه ما عنديش أي أوفرشوت للآلة، مع إنه القيمة الكيو ثيتا بي صغيرة. وبهيك بنكون خلصنا الجزئية تبعتنا في الكالمن، وزي ما قلت لكم إن شاء الله بنحاول في المستقبل نسوي فيديوهات على إنه أستخدم كالمن في التريسنج يعني لأوبجكت، سواء من يعني مأخوذ من كاميرا أو من فيديو مسجل على الروزبري باي أو على الويندوز. الملفات هذه هعطيكم إياها إن شاء الله، أرفعها على الميديا فاير اللي هي ال ريدي فور كالمن 3، الاي ام يو، الام بي يو 1650 لايبراري، والكالمن فلتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد. ما أطلب منكم إلا الدعاء. أشكركم.